بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة وعافية يا رب. أنا فات لي قدمت فيديو عن الشاي أو التاي الصحراوي في القناة، ولكن البنات باقي كيطلبوني عافاك ورينا التاي الصحراوي، وبغينا نشوفوا التاي الصحراوي. نعطينا كيفاش كتصور التاي الصحراوي. غادي نحاول نوري لكم التاي الصحراوي هنايا البسيط اللي كل البيت كيصاوبوا، هادي اللي كل بيت صحراوي كيعدلوا الفطور وفي العشية وفي الضحى والعصر، وهذا الطبلة العادية ديال أهل وادنون العادية. اولا شروط التاي، خاص يكون تكون الجلسه على الارض، هذه هي من شروط التاي الصحراوي او الوادنوني. تعود الطبله في طبله التاي، طبله المواعين العماره، وطبله او بلاطو فيه مجمر فيه او البوطه الصغيره، الغاز مثلا والبريكه والمقرج او المغرج والماء. شروط التاي انه يكون الملحلو، الملحلو شنو هو؟ لانه بعض المدن فيها الماء ديالها مالح، ما كيصلح التاي، كيقطع التاي، ما كيخليش يدير الكشكوشه او الرغوه او يرغوي او يزبد. لهذا كنستعملوا الماء الغدير، نشرو الماء الغدير او نديروا الماء ديال الماء المعدني او الماء ديال القراعي. التاي حنا عندنا جوج ماركات ديال التاي، هما المشهورات، الشعره والمكركب. نديرو الشعره وحدها والمكركب وحده، ولا نخلطوهم بجوج. وهذا الشعره فيها عده ماركات، والمكركب فيه عده ماركات، يعني ماشي ماركه واحده، مثلا الشعره ماركه واحده، ولا المكركب عده ماركات. الورقه ديالها مبرومه وطويله نوعا ما، طويله. انا دابا ما هي عندي، كنت فت وريتها لكم في فيديو ثاني. دابا عندي غير المكركب، غادي نوريكم غير المكركب. هذا هو كما كتشوفوا، الحب ديالو دائري مكور، والشعره كيكون حب الورق ديالها مبروم على طول ورقيقه. الا بغينا نعدلو اتاي بالمكركب خاصنا نديرو غير شوي، ولا بغينا نعدلوه بالشعره خاصنا نديرو نزيدو اتاي، نكثرو شوي الورقه. الورقه هي حبوب اتاي. حنا كنستعملو العلك فتاي، حنا كنستعملو العلك فتاي، العلك باش يرغوي لنا اتاي او يزبد او يدير الكشكوشه كما تقولوا او الرزه. وثانيا العلك زين في الجندي وزين في عده امراض. حنا عندنا الصحراء كنستعملو العلك بزاف، كنشربوه بزاف فتاي، ونشربوه مع الحليب، ونشربوه مع السنبل والنعناع والماء. العلك ماشي هو، البنات اللي كيسولوني يعني العلك واش هو السمغ واش هو اللبان، العلك ماشي هو اللبان، العلك هو السمغ العربي. العلك ما عنده طعم ولا عنده ولا يعطي لون للماده، مثلا الا ذوبنا العلك في الماء ما غاديش يتغير لون العلك، لون الماء غادي يبقى هو هو، ولكن ولا يعطيه طعم، يعني الطعم ديالو هو هو، ما يبقى حتى تمصي العلك ما عنده طعم، ولكن يعطي واحد اللزاجه في الفم، واذا درناه في الماء يعطيه يرغوي. وهو عدة أبحاث ثبتت عنه صحي، يعني مزيان في الكلى ومزيان في عدة أمراض ومزيان في الهضم ومزيان في جندي جندي. إحنا بالنسبة للناس اللي دير، كاين الناس اللي دير أعشاب فتاي مثل الكمون الصوفي، الزعتر، اليازير، النعناع، الشهيبة، حسب كل واحد ناس أذواقه، كل واحد اللي بغى يضيف يضيف. المهم إحنا الأساسيات التاي هو العلك والماء والسكر وحبوب اتاي، هذا هو اللي عندنا اليوم اتاي، اللي غادي الاساسيات اللي كل واحد كيستعملها، والاضافات الثانيه تبقى حسب الذوق. التاي الصحراوي يشترط يكون على الفحم او الشمر، المجمر الفاخر، او على بوطه يعني غاز صغير حتى، ويعود منقوص النار عليه باش يطيب على مهل. كل ما كان التاي يطيب على مهل يكون احسن. التاي اللي يطيب بسرعه على النار مسرعه ما كيشد الوقت ديالو، ما كيعطي ذاك اللون وذاك الطعم ديال اتاي اللي بغات الناس. اتاي حنا عندنا في الصحراء كل ما يقدم عندنا اتاي، كل ما يبطى عندنا اتاي، حبوب اتاي كتكون ازيان، يعني اتاي بالمفهوم عندنا ما كيتبريماش، اتاي كيبقى صالح طول الزمن. هذا بالنسبه للصحراء، كل ما كان اتاي قديم كيكون غالي وكيكون زين، سواء المكركب او الشعر. حبيباتي الغالات، انا كنشدو معين اتاي، كتكون الطبله مصقوله، براد صغير، الكيسان هنا تختلف الكيسان من كل عائله ومن كل حسب الذوق وحسب الامكانيات. يا غير الاكثريه خاص يعودوا عندنا كيسان صغار ديال الواخ، يقولون كيسان الواخ مكتوب فيهم فرنسا لتحت رقم 8، يتراوح الثمن ديالهم من بين 6 دراهم للكاس حتى 10 دراهم. هذا الماركه هذه اللي انا نتي فيها حاليا.
حيبتي كنشدو هنايا الى عدتين مكركب، كنشدو ثلث ديال الكاس، يعني تقريبا او اقل شوي من ثلث الكاس، اقل شوي من ثلث ديال الكاس، ونديروهم في نعبروها بالكاس ونديروها في البراد، في ابريق ديال اللي نعمرو فيها التاي، ونديروا عليها تقريبا كاس مقلو، يعني كاس ديال الماء، ديال نفس الحجم كاس ديال الماء. نخلوه نشعل النار على اذا كان على الجمر، طبعا راهو الماء غيكون طايب مغلي، وإلا كان على البوطه كنديروا الماء البارد، علاش؟ باش يشد الوقت ديالو في الطياب. وإلا كان على الجمر نطيبوا الماء عاد نديروه، باش لانه على الجمر غيكون شويه مرخي. كنحط ذاك البراد على البوطه شوي حتى يسخن شويه، ونحطه على نرجعه للطبله نحطه، ونخليه ينقع. حنا نقولوا ينقع يعني نخليه بحال الا كيتلص ذاك كيتلق فيه حتى يطلق واحد شوي. كان نشدو كان نخوي ذاك الكاس اللي طلق ذاك اتاي، باش نقص ذاك باش ما يجيش اتاي حار بزاف او قاسي، نقولو حنا قاسي، ونشلو واحد شويه، ندير واحد شويه اخر ديال الماء ونشلو. ندير ديك الساعه القياس ديال الماء، حنا ما كنكثروش الماء في البراد، كنديرو غير القياس، لاننا كنصبو غير شويه ديال اتاي، ما كنصبوش، ما كنعمروش الكيسان. كندير تقريبا شويه في البراد، وندير البراد يطيب على النار، نار هاديه جدا جدا جدا، ونشد هنا جوج قطع صغيرات ديال العلك نحطهم في الكاس اللي غادي نبقى نقلب فيها تاي. نقولوا حنا نقلب فيها تاي، هذاك الكاس غادي نبقى نقلب به في الكيسان الثانيين باش يديروا الرغوه، على بين ما يطلع تاي ديالي غير يبدا البراد يفيض او يطيب، نخوي منه واحد شوي على ذاك تاي، على ذاك العلك اللي درت في الكاس من ذاك تاي اللي سخن ما فطر، ونرجع البراد ونخليه يطيب. نقد هنا نزيد شويه الماء البارد لهذاك العلك في الكاس مع ذاك اتاي، ونبقى نقلب او نرغوي به الكيسان. وكل ما نكبلي شي حاجه ديال اتاي في الطبله او في الصينيه، خاصني نشفها دائما، الصينيه ديالي خاصها تكون نظيفه، هذه من اساسيات وشروط اتاي، وشروط اتاي واساسيات اتاي، خاص لي يقعد اتاي يكون انسان رزين وساكن وجلسته يعني قاعد مزيان، اللي كانت مرة تكون قاعده مزيان وتكون بعقلها، وماشي يعود واحد يتي شاد مثلا البورطابل والله كي واقف والله ما غط كراعو يعني ما درج ليه ولا لا، خاص يعني يكون جلسته محترمة، ويكون مهما كان يعني خاص يكون جلسته محترمة، وذاك تاي يعني مرد باله مع الصينية ديال تاي. فاش نرغوي الكيسان دي فاش يطيب تاي ديالي، غادي ندير السكر، يكون تاي ترغوى يطيب، ندير السكر القياس ديال السكر، نقلب في واحد الكاس ذاك الساي اللي رغويت به الكيسان، غادي نردو على واحد الكاس ونخليه، ونبدا هنايا نخوي ندير اتاي في الكيسان، نفرق اتاي على الناس الضيافين، على حسب الناس اللي عندي في الصاله او جالسين في الجلسه. ما كنعمروش الكيسان، كنديرو واحد شوي يعني شوي من تقريبا صبع حتى الصبعين ديال اتاي، كنقولو صبع وصبعين يعني حجم اثنين اصابع ديال اتاي في الكاس، وخاصو يكون اتاي سخون، يعني ما خاصنيش نبقى نقلب داك البراد كيبرد وما خاصو، لا خاصو يكون اتاي سخون مزيان، نعطي للناس اتاي باقي حار يعني سخون. نفرق قبل ما نفرق الكيسان، خاصني نعمر البراد، ندير الماء البراد الثاني فاتي، لانه هنا دائما عندنا كما قلنا عندنا ثلاثة ديال البراد ديال اتاي خاصهم يكونوا. ندير اتاي ندير الماء في البراد، نرجع نحط البراد على النار سواء الجمر او البوطه، وياك نشد بلاطو صغير ونحط فيه الكيسان، ونقدمه للي مواليني جالس جنبي، انا ما غاديش نوقف ولا غاديش نمشي الا اذا كان مثلا عندي الاب ديالي او عمي انسان كبير في السن وبعيد مني، جالس بعيد مني كنوقف ونمشي نقدم له اتاي، ولكن اذا كان حدايا حد نمدو البلاطو، هو غادي يعطي البلاطو بدوره، كل واحد يشد كاسه، تولي يحطوا البلاطو عندهم هذاك او الصحن اللي قدموا فيها اتاي حتى يكملوا، يجمعوا لي فيه الكيسان يردوهم. عندي هذيك الطاسه ديال الدجاج، غادي نغسل فيها الكيسان، نشللهم بشوي بكل يعني لباقه بدون ما ازعاج، ولا نعمل يعني ازعاج بالكيسان والصينيه، لا خاص داكشي يكون لبق جدا جدا، وبدون ما يعني يشدوا ياخذوا بالهم مني انا راني كنغسل الكيسان، ونشفهم ونحطهم في الصينيه، ونرجع نقلب في ذاك الكاس اللي كنت كنقلب فيه العلك باش نرغوي مره ثانيه الكيسان،
وتو الطابتين هما اللي مره ثانيه اللي نقدم لهم اتاي، وحسب الجلسه كل جلسه وهي كاينه اللي كتجي مطوله غادي نردوا البراد يسخن ونحطوه يبرد ونردوا يسخن، ولا كنا مسرعين غادي نعطوه اتاي نفرقوه بسرعه. هذا هو اتاي الصحراوي، ثلاثه البرارد غادي نعدل نفس الطريقه فيهم وغادي نفرقهم. تفضلوا حبيباتي شدوا كاس ديال اتاي، مرحبا بكم. وهذا هو العلك اللي يجي في اتاي، راه ما هو اللوبان. وني بكم مرحبتي، ونتمنى هذه المرة تكونوا تعلمتوا أتاي الصحراوي.